السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. إحنا خدنا الحلقة اللي فاتت وعرفنا الخنف وإيه المشاكل اللي بتواجه الخنف وإيه المشاكل اللي بتسبب الخنف اللي هي مشاكل عضوية. تمام، طيب أنا دلوقتي عايز أحل مشكلة الخنف دي. مشكلة الخنف دي المتخصص بتاع التخاطب هو اللي هيحل المشكلة دي، وحضرتك او بابا وماما او المحيطين بيه لهم دور مهم جدا في علاج المشكله، لان المتخصص مش هنعتمد عليه في حل المشكله لوحده، لان دوره هو جزء، احنا مجرد مساعدين لحضراتكم. اخصائي التخاطب هو مساعد لحضرتك. ليه؟ لان الطفل قاعد معاك 24 ساعه، 24 ساعه حل المشكله هيكون معاك انت في البيت. طيب هنعمل ايه؟ هو المفروض اخصائي التخاطب ده يحول مسار الهواء اللي هو غير طبيعي اللي هو موجود فين، يطلع من الانف، هيحوله من الانف للفم اللي هو المسار الطبيعي بتاعه. يبقى المسار غير الطبيعي طالع من الانف، انا عايز المسار الطبيعي يطلع منين؟ من الفم. شوية تدريبات كده الاخصائي بيعملهم عشان نظبط موضوع الخنف ده ويكون كلام الطفل سليم. ممكن الطفل يكون عنده مشكلة لغة، وغالبا بيكون مع الأطفال اللي هم عندهم شق في سقف الحلق أو اللي عندهم شفة أرنبية. الشفة الأرنبية دي فيها مشكلة بتواجه الطفل، وغالبا بيكون عمليات جراحية كتير جدا. عمليات الجراحية دي هو الطفل بيروح المستشفى أو الجراحة كل فترة، مش بيعملها مرة واحدة، يعني كل فترة بيروح يعمل عملية ويرجع البيت، اما العمليه تتظبط وبعدين يرجع يعمل العمليه التانيه، ممكن يكون في تالته وممكن يكون في رابعه على حسب الشق او جاي منين لفين والمشكله بتاعته شكلها ايه. تمام، المشكله دي حلها اولا جراحيا. طيب الولد اللي عندنا في مشكله تانيه وهي خنف مغلق. الخنف المفتوح اللي احنا قلنا عليه، في خنف مغلق وده عكس الخنف المفتوح اللي هو ازاي؟ كل الاصوات بتخرج من الانف اللي احنا قلنا عليه. فهنا دلوقتي المغلق هو تجويف الانف مقفول، تجويف الانف مقفول، فكل الاصوات بتطلع منين؟ من الفم، حتى الميم والنون، وده غالبا يزول بزوال السبب. ايه السبب بتاعه؟ ممكن يكون حاجز انفي لحميه، ممكن يكون حد عنده برد. مفيش حد عنده برد هيروح لاخصائي تخاطب هيقول له انا عندي خنف، لا. يبقى ناخد بالنا من المشكله العضويه دي ونرجع نلجأ لأخصائي تخاطب أو نلجأ لدكتور طبيب أنف وأذن أو طبيب تخاطب، هما هيحلوا المشكلة دي إن شاء الله وهيساعدونا في حل المشكلة. لأن زي ما قلت في كل الحلقات وهنقول تاني، لازم التدخل المبكر عشان المشكلة، كل لو اتدخلنا فيها من بدري المشكلة إن شاء الله تتحل سريعا. والتدخل هيكون من قبل أخصائي متخصص أو طبيب متخصص، مش أي حد، وما نسمعش كلام اي حد حوالينا، ما نسمعش اي كلام حد حوالينا، باكد عليها، لان دي من المشاكل اللي بتواجهنا كتير جدا. ايه اللي اخر حضرتك في ان انت تيجي تحل المشكله؟ ده تيتا قالت بكره يتكلم ما تقلقوش، ده عمه قال كذا، ده خالتك مش عارف ايه، ابن خالتك ايه، ده كان عنده نفس المشكله وبعد 12 سنه حلينا المشكله وسهله خالص. فالمشكله دي صعبه يا جماعه، ارجوكم 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 ساعدونا في حل المشكلة، لأن المشاكل دي صعبة جدا مع الأطفال، ودي نفس ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فأول ما تلاقي مشكلة في كلام الطفل أو لغة الطفل أو كلامه عموما، على طول اتجه لمختص حتى لو عمره سنة، ما تتأخرش عن كده. المتخصص هيقول لك هشوف المشكلة وأحلها، تعالى لي بعد شهر بعد شهرين، يبقى احنا كده لجأنا مختص وعرفنا المشكلة فين وحلها فين. هذا الله أعلم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.